قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. نهنئ الإمام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والمراجع العظام وأتباع أهل البيت عامة وزوار أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام خاصة بذكرى ولادة السيدة الفهمة العليمة زينب الكبرى العقيلة سلام الله عليها. كانت ولادة الميمونة الطاهرة والدرة الفاخرة،
في اليوم الخامس من شهر جماد الأولى في السنة الخامسة للهجرة ولدت في حياة جدها رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وآله في سفر له، فجيء بها إلى أبيها أمير المؤمنين عليه السلام وقيل له سم هذه المولودة، فقال: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما عاد النبي صلى الله عليه وآله جيء بها إليه فقالوا: سم هذه المولودة. قال: ما كنت لأسبق ربي تعالى. فهبط جبرائيل يقرأ على النبي السلام من الله الجليل وقال: سم هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم. ثم أخبره بما يجري عليها من المصائب والمحن، فبكى النبي صلى الله عليه وآله وقال: من بكى على مصاب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها. وقال صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه، وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فهذا الشرف الحاصل لزينب الكبرى عليها السلام شرف لا مزيد عليه، فهي حفيدة خاتم النبيين وسيد المرسلين وبنت الإمام أمير المؤمنين وأخت الإمامين الحسن والحسين وعمة الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من جملة العارفين بحقها والمقرين بفضلها، كما نسأله أن يعجل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
يسألون.